السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا المهم، وهي يعني وين المهم جدا، تحقيق انتصار في المباراة الأولى عند خوض غمار أي منافسة قارية، لأنه مفتاح باب يعني الشك، مفتاح باب الشك. الفوز يمنح الفريق جرعة معنوية عالية ودفعة من الثقة تسمح لهم في الاستمرار ومواصلة البطولة بحافز أكثر وبضغط أقل، حافز أكثر وضغط أقل. على ذلك نقولوا باللي شفت واحد قال لي ودي كيفاش المستوى كان كي والو في الكومنتير، رد على خويا الكومنتير اللي فات رد عليك قلت لي كيفاش في هذه راك تشكر وراك تقول منا والمنتخب الوطني الاول تقول مستوى ما كان والو. نقول لك مستوى ما كان والو المنتخب الاول، الا باغي تهضرونا على المنتخب الاول نقول لكم باللي مستوى اول بسبب ضعف من المدرب، الطاقم الفني ضعيف، مدرب والطاقم تاعو ضعفاء. كيف انت عندك بن ناصر، عندك محرز، عندك لاعبين، ارمادة تاع لاعبين، عندك أرمادة تاع لاعبين. يعني انت كي نحضروا نقولوا بلي بلايلي ما دارش، نقولوا بلي بلايلي ما دارش، بلايلي شكون يوصل له؟ ما عندكش شاهدنا يعني التناسق ما بين ثلاث خطوط ما كانش في المنتخب الاول تاع المشرف تاعكم. خلونا الله يرحم شويه، خلونا رانا متشايخين مع بوقرة مع المنتخب الوطني المحلي، يعني وين يعني عشنا خاصة ذيك فاميلي التالية يا خويا، عشنا مباراة معاه هذه هنايا. المهم هذه وين هذا الفوز يعطيه جرعة معنوية عالية ودفعة من الثقة تسمح لهم بالاستمرار في مواصلة البطولة بحافز أكثر وبضغط أقل. لذلك يجب أن نقول أن الأهم حصل عليه أشبال المدرب الماجيك بوقرة، وهو ثلاث نقاط صحيحة، أداء وين صحيح، أداء لم يكن بتلك الروعة، لكن يجب أخذ بعين الاعتبار بعض المعطيات والتي تسببت في ظهور المنتخب الوطني الجزائري بهذا المستوى. أولا ما خصم ليبي كان منافس محترم جدا، خاصة تحت قيادة المدرب مارتينيزي، وإن أظهر تنوع كبير في الرسم التكتيكي في هذه المباراة بين المرحلة الدفاعية والهجومية. تعلم 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 تعلم، راني نعطيك تعلم، ما تجيش تناقشني، تعلم اسمع، الا تعرف بولا اسمع، الا تعرف بولا اسمع خويا تعلم مليح راني نهضر معاك. حنا مباراه، انا مباراه، على بالك انا كي كنا صغار كنا نتعلموا نتفرجوا مباريات، ما كانوش ناس يقول لك اليك بوقرة ما ضحكش، ولا خاوتي اليكو ارتيتا ما ضحكش. علموكم نتوما تاع ارتيتا وعلموكم بوقرة يكره محرز، ومحرز ما يكرهش بوقرة، وبوقرة محرز يكره غوارديولا، غوارديولا يكره محرز. علموكم هذه، داوكم للشعبوية. حنا هذه ما تعلمناش، تعلمت انا كي نشوف مباراة نستغل مباراة، تعلمناش تاع خط احمر ولا خط اصفر ولا خط يعني تاع مثاليين. انا خاطينا هذو حنايا نهضروا بولا، لما يتعلم بولا اسمع نعطيك واش نعرف. هذه هي. لذلك يجب أن نقول بأن الأهم حصل عليه أشبال الماجيك، وهو ثلاث نقاط صحيح، أداء لم يكن بتلك الروعة، لكن يجب أخذ بعين الاعتبار بعض المعطيات والتي تسببت في ظهور المنتخب الوطني الجزائري بهذا المستوى. أولهما المنتخب الليبي كان منافس كبير ومحترم جدا، خاصة تحت قيادة المدرب مارتينيز هو أونسيان جوار المنتخب الفرنسي، وين أظهر نوع كبير من الرسوم التكتيكية في هذه المباراة، وين كان يعني كان حوار تكتيكي ما بين المدربين في الشوط الثاني، كان حوار تكتيكي ما بين المدربين في الشوط الثاني في هذه المباراة بين المرحلة الدفاعية والهجومية السابق، وين تولى بنفسه مسؤولية تأهيل موريتانيا إلى كأس إفريقيا 2019 كإنجاز تاريخي يعني هذا المدرب. ومن بين أسباب التي صعبت مأمورية أيضا هي كونها مباراة افتتاحية
مضيف مطلب بتحقيق الانتصار لأخره أجمل يعني مستوى كان متوسط، نأمل أن يرتفع النسق والريتم مع تولي المباريات مع بعض الرتوشات على مستوى العناصر والكثير من الإصلاحات على مستوى التكتيكي. نتكلم على بعض المستويات التكتيكية. صح المنتخب الوطني وين حقق نقاط في لقاء شهد دخول محيوز التاريخي كأول من سجل في ملعب التحفة، يعني كان وين شاهدنا أول لعاب اللي تبقى له في التاريخ باللي أول من لعاب سجل هدف في هذا الملعب، أول لعاب جزائري. المنتخب الليبي كان رائع ومنظم بشكل جيد، لكنه افتقد للمسة الأخيرة بسبب يعني تفطن في بعض الأحيان للمدافعين الجزائريين وخط وسط ميدان دفاعي وخاصة الحارس. وفي الجزائر يعني وفي المنتخب الوطني كل الكرات يجب أن تخرج من أقدام رجل لقاء مريزك للمدرب بتاعكم هذا المشرف، قالكم ما بغيتش نحطه تحت الضغط. الضغط كي داير ولعب نورمال وعادي، وكان شي يكون مليوتيرا صاحبي. هذا هو المشرف تاعكم في وهران، قالكم ما بغيتش نحطه تحت الضغط. يا ودي انت كنت تحت الضغط ماشي اللعابه، انت اللي كنت تحت الضغط، انت اللي مدرب تحوس غير تفوز وصايك. والله ما على بالك قاعد تحوس يدخلوا يلعبوا يبركوا وهو الفلا كي دير ما كي يدير، راه يلعب منتخب يحقروا شويه دوزيام ميتو يدخل لي بومبي، دخل محرز، دخل سليماني، دخل بليلي، تاع هي نظري اسماوات يعني بركه ناس الراس يحكي الراس مالك. على بكرة نحضروا على بعض الرتوشات الصغيرة، نحضروا عليها. على بكرة العمل أكثر على الكرات في العمق وبناء الهجومي، يعني هذه غادي على بالك شاهدنا بوكرا كيفاش يخدم. بوكرا كان صح كان اللاعبين تحت ضغط، اللاعبين من صح خلينا وشاهدنا كيفاش النهار اللي لعب كاس العرب يعني جابوا له ايكيب في 5 ايام جاب بها كوب دارب، كوب اراب جابها يعني في 5 ايام جابوا له ايكيب، حطوا له ايكيب قال لهم يعني عمليه انتحاريه، خمس ايام جابوا له ليست تاع لعابات جابوا له حطوهم له قالوا هذو هما، هو كان يخدم ايكيب جابوا له ايكيب قالوا له هذو هما، لعب بهم جاب بهم كاس العرب. هذه رد على مومن بعد ندلك فيديو بعد الهضره اللي قلت له تاع مولحي ابراهيمي نديرو تربح غاديك مدربي الراسة وتربح. على بكرة العمل اكثر على وين نقولوا باللي في الكاس العرب يعني وشاهدنا كيفاش بدا بمراحل، كان نقص نقص التناسق ما بين اللاعبين منا بدا وبعد قلبها دوزيام تور قلع. حنا كي ربحنا هذا الماتش صايك، انا كنت نحوس باش نربحوا الماتش الاول، الماتش الاول يعني يلعب بزاف صوالح مورا كاع صوالح ملاح. هذه المنتخب الجزائري لم يوفق في كرات يعني في كل كراته الطويله وعانى كثيرا قبل افتتاح النتيجه. لقاء والسهره كانت جميله لكل جزائري، وعلما ان نشعر بالفخر ونحن نرى هذا الابداع في الاخراج والنقل التلفزيوني. شكرا لكل من ساهم في افتتاح هذا الحدث. لكن يبقى بعض الرتوشات في المنتخب الوطني، مدرب ما غاديش تهرب له في هذا الصوالح، مدرب عالمي، مدرب اللي قرا عند مدربين عالميين، ما قراش عند توفيق قريشي وجابوا له الدبلوم تاعو داوه، لا مدرب مدرب قرا يعني رازانا كبيرة، تشوفها باللي مدرب رازانا من سي زعاقة، مدرب اللي رانا نضيعوا في الوقت، المنتخب الأول رانا نضيعوا في الوقت، أنا نقولها لكم، على ذيك نتمناو إن شاء الله بربي وين بوكرة يحرز اللقب الثاني له، هذه هي يحرز اللقب الثاني إن شاء الله بربي، عرفت شو كيفاش ميريزاق يعني كل شيء يمر على ميريزاق رغم أن مستوى تاع اللاعب المحلي نعرفه، لكن ميريزاد يعني كل شيء. وشاهدنا المدرب يعني المشرف تاعكم وين جابها هكا صحيح قال لكم ما بغيتش نحطو تحت الضغط،
هذا الضغط ما عندك كي داير، راك تشوف الضغط كي داير، مباراة رسمية تحت الضغط كي داير، سي مشرف ميري زاد، وراك تشوف العريبي كيفاش بنزيما، بنزيما تاعك، شفت بنزيما تاعك؟ بنزيما تاعك شتاه؟ هذا هو بنزيما تاعك خويا. ما تنساوش عطونا جيم كومنتير و بارطاجونا لي فيديو تاعنا، و لي مشي ابوني معنا، و ربي يحفظكم حفظي، صحيتو حمال ليكم.